لينضم إلينا من مدينة الموصل مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام أهلا بك معنا، تطورات المعارك حتى اللحظة وأهمية السيطرة على مستشفى نينوى بالنسبة لسير المعارك وتقدم القوات الأمنية العراقية. نعم، بما يخص سير العمليات هذا اليوم صراحة لم يكن هناك تقدم بري هذا اليوم أو صباح هذا اليوم. التقدم البري انطلق قبل ساعة من الآن بسبب سوء الظروف الجوية. تحسنت الظروف الجوية وبدأت قصف تمهيدي من الطيران العراقي على المناطق المحاذية للموصل القديمة، المدينة القديمة. بما يخص مستشفى نينوى الذي يقع غرب المدينة القديمة، تم تحريره نهار أمس بالتحديد مع تحرير مستشفى نينوى الأهلي الذي يقع في منطقة نهاية حي المحطة. تم تطويق المدينة القديمة، مدينة الموصل القديمة، من ثلاثة جهات من قبل قطاعات قوات مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية. أهمية المنطقة القديمة الموصل القديمة هي أنه تحوي على مسجد النوري أو مسجد النوري الكبير كما يسمى، الذي يحوي أيضا مئذنة الحدباء، هذه المئذنة التي ترمز إلى مدينة الموصل. أهمية هذه المنطقة، نعم، لأنه هذا المسجد في هذه المنطقة تحديدا وتحرير هذا المسجد. الآن القطاعات العراقية أصبحت بالقرب من هذا المكان ومن هذا المسجد، أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للقوات العراقية، لأن كما نعلم أن أبو بكر البغدادي أعلن خلافته من هذا المسجد ومن هذا المكان، وبالتالي فإن تحرير هذه المنطقة وهذا المسجد سيمثل أهمية رمزية كبيرة بالنسبة لمعركة تحرير الموصل. كما تلاحظون الآن من خلفي هناك أعمدة الدخان هذه في منطقة الموصل القديمة، منطقة الميدان تحديدا التي تسمى منطقة الميدان. عمود الدخان مئذنة الحدباء أو جامع النوري يقع خلفها تحديدا، خلف هذا عمود الدخان الذي يظهر خلفي. المعارك حاليا وقصف الطيران يتركز في هذه المنطقة، منطقة الموصل القديمة التي كما ذكرت أنها حاليا مطوقة من ثلاثة جهات. ممكن أن تشاهدوا حاليا المأذنة، مأذنة الجامع، جامع النوري. طيب وسام، القوات الأمنية طوقت القديمة من ثلاثة محاور، هل تم إجلاء جميع السكان المدنيين المتواجدين داخل المدينة القديمة في الموصل؟ بالتأكيد لا زال هناك الكثير من المدنيين لا زالوا متواجدين في منطقة الموصل القديمة. عناصر داعش ومقاتلي داعش يمنعون الأهالي من الخروج. قبل ساعات من الآن كنا متواجدون نحن في خط الصد داخل مدينة الموصل، التقينا بعدد من النازحين الذين تمكنوا من الفرار والإفلات من قبضة داعش. تحدثوا عن قصص مأساوية، كيف أن تنظيم داعش يمنعهم من الخروج ويتخذهم دروع بشرية، هم يتخذ من منازلهم كأهداف أو كخطوط صد لمقاومة القطاعات العراقية ويمنعهم من الخروج، ولكن هذا لم يمنع أنه الكثير من الأهالي أو عدد من الأهالي تمكنوا من الإفلات. خلفي أو على يميني هناك أحد المعابر الآمنة، خرج الكثير من المدنيين صباح هذا اليوم من هذا المعبر. أود أن أشير إلى أنه هناك العديد من الأهالي قد تأذوا من طريقة داعش في مقاومة القوات العراقية، حيث أنه يتخذهم دروع بشرية. أكثر من 25 جثة كانت تحت الأنقاض، تمكن الأهالي وقطعات الجيش العراقي من تحريرها هذا اليوم صباح هذا اليوم وأخرجوها من منطقة الموصل القديمة. بالفعل الموصل القديمة لا زال هناك الكثير من الأهالي متواجدين فيها، وهذا ما يصعب مهمة القطاعات العراقية في تحرير هذه المنطقة استراتيجية والمهمة، لأن القوات العراقية دائما تحاول أن تحافظ على أرواح المدنيين، لا تستعمل الأسلحة الثقيلة. هناك اشتباكات عن قرب، آلية جديدة تستعملها القوات العراقية وتكتيك جديد في محاربة عناصر داعش داخل المدينة القديمة للموصل، لأن هناك الكثير من الأهالي الذي تحاول القطاعات العراقية تحريرهم بأقل خسائر ممكنة. نعم، ماذا بعد تحرير مدينة الموصل القديمة وسام؟ إلى أين يتجه أفراد داعش بعد الفرار منها؟
بعد تحرير المنطقة القديمة كما هو متوقع سوف يتجه عناصر داعش إلى شمال الجزء الغربي من مدينة الموصل. نعم. الذي هو مطوق أيضا، الجزء الغربي من مدينة الموصل هو مطوق بالكامل بالكامل، من الشمال نهر دجلة والقطاعات العراقية موجودة، ومن المحاور الثلاثة هو مطوق بالكامل. عناصر داعش الذين لا زالوا متواجدين داخل الجزء الأيمن من مدينة الموصل كما هي الخطط وكما تحدثنا مع كثير من الضباط، لابد أن يكون مصيرهم إما القتل أو الاستسلام إلى القوات العراقية، ليس هناك لديهم أي منفذ. سوف يحاولون عناصر داعش المتبقين المقاومة إلى آخر نفس، أو إلى حيث إلى الفترة الزمنية الذي يتمكنون من مقاتلة القوات العراقية، ولكن بالنتيجة الموضوع هو شبه محسوم. تحرير الجزء نعم. الغربي من مدينة الموصل هو أصبح موضوع وقت لا أكثر. نعم، سنكون معك دائما وسام لمعرفة آخر التطورات عن سير المعارك في مدينة الموصل. شكرا جزيلا لك حتى الساعة، مراسلنا وسام يوسف من الموصل.